أداء من كل شيء، لا يفسد هذا الموضوع إلا موضوع خروج محمد الشناوي الحقيقة بإصابته في العضلة الخلفية. وعايزين نعرف الحقيقة، أتمنى وده أتمنى أن يصل للجهاز الفني للمنتخب الوطني أن يجب أن يكون هناك تصريح رسمي من الكابتن وائل جمعة مدير المنتخب أو من مستر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عن إيه اللي حصل في إصابة الشناوي. مهم جدا 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 نعرف، الشعب المصري كله ينتظر ايه اللي حصل. اتمنى اتمنى ما نسيبش الموضوع يمشي في الاتجاهات اللي احنا شايفينها. السوشيال ميديا مشتعله زي ما حضراتكم شايفين، الكل بيتكلم على الشناوي، جمهور النادي الاهلي شايف ان يعني الشناوي هيفقد الشناوي خلال الفتره القادمه، فبالتالي الاصابه في العضله الخلفيه زي ما هو واضح، انا ما اعرفش الحقيقه لسه ايه الموضوع، ولكن اصابه في العضله الخلفيه زي ما هو واضح مش اقل من شهر مبدئيا، يعني من ثلاث اسابيع لشهر، ده حاجه يعني الواحد شايفها كده، انا ما اعرفش، يا رب تكون اقل يا رب. لكن يجب ان يكون هناك تصريح رسمي من مدير المنتخب كابتن وائل جمعه ونشوف ايه اللي حصل. بس الموضوع بسيط جدا، لانه الحقيقه رد فعل الشناوي وهو خارج، لو كانت اصابه عاديه خلاص اصابه وخرج الشناوي، ولكن من الواضح ان هناك امر ما. أتمنى أتمنى أن يخرج علينا كابتن وائل جمعة أو كارلوس كيروش المدير الفني ويطلع يقول لنا إيه اللي بيحصل، لأنه في النهاية الأمور اللي احنا شايفينها مباراة جميلة ومباراة ممتعة وثلاثة نقاط مهمة جدا، والمنتخب إن شاء الله بنسبة كبيرة جدا جدا، حواري لحضراتكم دلوقتي الجدول في المجموعة عامل إزاي، المنتخب بنسبة كبيرة جدا جدا وصل إلى المباراة النهائية إن شاء الله اللي هتتلعب بعدها، نصل إلى كأس العالم. فبالتالي أعتقد أن يجب على الجهاز الفني والإداري للمنتخب أن يكون هناك توضيح لما حدث اليوم مع محمد الشناوي أو في موضوع إصابة الشناوي، على الأقل كلم قول لنا أن إصابة الشناوي في حصل 1 2 3 4، علشان اجتهادات كثيرة جدا جدا بتحصل في الساعة ونص من ساعة ما إصابة الشناوي وحتى الآن. فلو حضرتك طلعت قلت تصريح رسمي حقيقة يعني كلنا هنمشي ورا التصريح الرسمي زي ما حصل خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا، احنا دايما بننتظر التصريح الرسمي وبنقفل بقى باب الاجتهادات ده شوية، نقفل باب الاجتهادات ده شوية، لأن كل واحد بقى طبعا هيطلع يتكلم بما له من مصادر، وكل واحد من حقه طبعا إن هو يطلع يتكلم ويقول اللي هو عايزه، ولكن كل واحد هيطلع يتكلم بما له من مصادر داخل وخارج واللي شايفه والناس اللي قاعدة والكلام ده كله، فهتلاقي الفترة اللي جاية وهي بدأت بالفعل ساعة ونص ولا ساعتين اللي فاتوا كلام كتير فيما يخص هذا الأمر. فأتمنى أن يكون الرد حاسم، وأنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير، أتمنى أن يكون الرد حاسم وواضح من الكابتن وائل جمعة مدير المنتخب، لأن دي اختصاصات مدير المنتخب، أن هو يطلع ويقول لنا يا جماعة من فضلكم أو حصل 1 2 3، إصابة الشناوي هي إصابة قدرية، إصابة حصل فيها واحد، إصابة كان مصاب وإحنا قلنا له يلعب أو هو قال إن أنا، هنعرف الموضوع يمشي إزاي، الموضوع فيه كلام كتير جدا جدا ممكن يتقال فيه، ولكن هننتظر التصريح الرسمي اللي أتمنى إن هو يحصل النهاردة في المؤتمر الصحفي، نخلي الشباب عندنا يتابعوا المؤتمر الصحفي لحظة بلحظة علشان نقول لحضراتكم هل اتقال حاجة؟ ما اتقالش حاجة، ده اللي هنقوله لحضراتكم إن شاء الله بعد لو وصل لنا أي من هذه الأمور، علشان إن مصر تفقد الشناوي لمدة شهر أعتقد الأمر صعب جدا، إن النادي الأهلي يفقد الشناوي لمدة شهر مع بداية الدوري أعتقد الأمر صعب جدا، وبالتالي الأمر يحتاج لتوضيح واضح لما حدث في هذه المباراة.